ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكون بألف خير. انا اسمي سوسنة، او اول مرة اشوفك كان لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ الفيديو. عملنا شوية عدس كده حلوين تستاهل بوجك. اتمنى لو كنت هنا كنت اديتك شوية. ادي كده زي ما شايفة العدس قوامه حلو ومش تقيل ولا خفيف، ومعاه جنبه زيتون وطبق كده مشكل من البصل العادي، بصل اخضر وخس وفجل، وممكن برضو تعملي شطة حمراء، ممكن تاكلي بشطة الحمراء وتعصري على ليمونة وتحطي ملح برضو حلو. ممكن ناكل تفتي العدس ده، ممكن تفتي او ممكن تاكلي جنب رز، فدي حاجة ترجع لك انتي. ادي كده زي ما شايفة كده العدس خرافة، ريتو سهلة وحلوة. مش هطول عليك، يلا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة. كده بصلة، بصلة ونص متوسطين الحجم، قطعتهم كده زي ما شايفة معايا. معايا عدس اصفر لسه ما غسلتهوش، اوكي هنغسله. عايزة زيت، عايزة هنا من البهارات، عايزة فلفل وملح، او لو عندك ماجي صيامي ممكن نحط، ودي صلصة عادية، او ممكن تحطي طماطم، تقطعي طماطم زي الطريقة بتاعت البصل دي وتحطيها. هنشوف الطريقة، يلا ما تروحوش اي حتة. وعايزين كده حلة هنحط فيها شوية زيت حلوين. يلا نبدأ الفيديو. هنا هنحط الزيت شوية حلوة، نحط البصل، زي ما شايفة كده معايا حبيبتي. عادي البصلة كده فرت معانا، مش عايزينها تبقى تتحمر شديد. هنحط الصلصة ونقلبها كويس مع البصلة عشان ريحة المواد الحافظة منها. انا غسلت العدس، ننزله، جبت مية، نجيب المية كده نقلب. انا هنا مش هحط ملح ولا فلفل لغاية لما العدس بتاعنا يطيب، بعد كده نملحه. وزي ما قلت لك ممكن تستعملي ماجي، ممكن تستعملي ملح. هذه كده اكلة سهلة وسريعة ما تاخدش وقت. تعالي كده بعد كده نرجع له. طبعا هنوطي النار، نشوف مع بعض كده العدس زي ما شايفه كده. نفركه، لو عندك المفرقه العاديه ممكن، او لو ما عندكيش ممكن بالهاند بلندر. ادي كده زي ما شايفه القوام بتاعه. نجيب الملعقه الثانيه بس نشوف القوام، مغرفه. واو. انا هحط ماجي بودره، ممكن تحطي ماجي المكعبات لصيامي، وهحط شوية فلفل مش كتير للطعم. بعد كده اقلب واشوف لو محتاج، لو حب تحطي ماجي تاني او تحطي ملح حسب ما انتي. طبعا الملح ده كل واحد بيحب براحته. فعادي كده شايفة القوام، ممكن تجيبي كده عيش تحمصيه في الفراير وتمشي فيه، او في الفرن، ويلا وتفتي وتقطعي جنبه سلطة كده وبصل، والله وتيجي تاكل. والله لو حبس، لو كان عندك مخلل، انا ما عنديش مخلل لسه. المهم هذا كده هدوقه وارجع لكم. معايا شويه ملح ظبطته، حطيت شويه فلفل، رشه من الفلفل الاسود كده. القوام بتاعته زي ما قلت لك ممكن تعمل جنبه رز، بس يعني انا بحبه اكله جنبه عيش. قطع سلطه كده وبصل. وهذه كده غدانا جاهز، ايه رايك؟ تحفه. العدس ده كان ماما على طول الله يرحمها كانت بتعمله لنا على طول، كل اللي يذوقه ويعجبه. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتك، لغاية لما اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.